شركه السيرين للصناعه البلاستيكيه، صناعه الخزان ذات جوده عاليه، 5 طبقات مقاوم لاشعه الشمس ومقاوم للبكتيريا والاشعه البنفسجيه. تم تاسيس الشركه عام 1990 وبجهود الخيرين، بجهد الاداره وجهد المدير العام السيد وليد عنيبه المدير العام لدى شركه السيرين، وقد تحققت ملحقات الزراعيه بجوده عاليه وصناعه الخزان ضمان وجوده لتصنيع الخزان ذات 5 طبقات. ونتمنى ان قصدي ندخل السوق الجزائريه وندخل في عبور هذه البضاعه والمنتجات لدى المواطن او لدى البيع التجزئه لدى الجزائر وفي دول افريقيا، وهذه المشاركه هي الاولى في الجزائر. والشركة قد شاركت جميع العروضات وجميع المعارض والمحافل الدولية، ويسعدنا ويشرفنا أن نعرض هذه المنتجات ونعرض شركتنا في الجزائر. هذا المعرض ممتاز وجيد للتقارب المسافات بين الدول وتقارب المنتجات وتقارب الثقافة لمنتجات الليبية ومنتجات الجزائرية. ونشكر جميع المقامين في هذه الدورة، ونتمنى لكم كل الشكر والتقدير. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.